طب انت دلوقتي لكل الـ السيدات اللي بيتفرجوا علينا، تنصحهم لو هم دلوقتي قرروا ان هم يركبوا اكستنشن، تنصحهم بأني اكستنشن يركبوه؟ حسب كل واحده الكيس بتاعتها. لو واحده شعرها تقيل مش محتاجه اكستنشن. لا تقيل بس قصير، فهي عايزه تطوله، اتحط الكليب اون طبعا. الكليب اه طبعا. طيب لو واحده شعرها خفيف، شعرها خفيف تركب يا التيب يا الكيراتين بوند. طيب واحنا بنركب، بعد ما نركب الاكستنشن بيبقى عندنا بقى خوف رهيب. ايه هو؟ انا بقى اشتريت الاكستنشن طويله جدا. اوكي. فخايفه بقى اقصها لل 150 جرام يبقوا 100 جرام والحاجات دي. صح. ازاي نعمل قصه نقول ايه ما نبقاش قاصين قوي وفي نفس الوقت يبقى شكلنا حلو في الاكستنشنز؟ تدي معايا ويفي، تدي معايا كيرلي، تدي معايا ليس. بص، قصه الاكستنشن اصعب من واحد يقص شعر عادي. مظبوط. يعني اول حاجه لازم يبقى، يعني لازم يبقى كنترول عشان حتى الاكستنشن ما تقصرش معاه. اوكي. بلس في الوصله بين الشعر والاكس والاخر الاكستنشن لازم يبقى صح والا هتبان. قصدك ان احنا لو انا فرضا شعري حد هنا اهو، اوكي، واحنا لما بنشتري اكستنشنز بتبقى طويله قوي، اوكي، فبالتالي اوصها مبدئيا لحد هنا اهو، تمام، لحد ما اشوف انا هعمل ايه. أوكي. صح كده؟ اوكي. وبعدين ندرج بقى من اول هنا لحد هنا من قدام. اوكي. ونسيب ورا مدور ولا نسيبه كده؟ حسب، حسب انت عايزه مدور، مش فارقه. بص الفاشن ايه؟ الليتست ايه؟ لا ستريت. ستريت. اه طبعا. أوكي. الفاشن ستريت. بس وانس الشعر عدى هنا لتحت بيبطل الاكستنشن يبان. هي المشكله لما يبقى الاكستنشن قصير، سوري الشعر قصير، لما يبقى الشعر قصير، لما يبقى الشعر قصير وتركيبي اكستنشن طويل هون فلو هي شعرها لحد هنا اهو واحنا جايبين اكستنشن كده، ده هنبتدي ندرج من اوكي، ولا تركب تو اكستنشنز؟ لازم تركب اكتر، اتنين اكستنشنز، ثلاثه اكستنشنز. لا هيبقى صعب قوي لانه ما هو هنا الرصه ما بتستحملش. ما هنا بقى، هنا بقى بيجي الدور بتاع الاكستنشن بتاع ده. يبقى ليه؟ لانه ده بيتوزع لاينز في الشعر.